دائما في خضم الاحتفالات المخلدة لذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، أشرف عامل إقليم أوسرد رفقة وفد رسمي يضم العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية على إعطاء انطلاقة العديد من المشاريع التنموية بمركز بيرغندوز. التفاصيل مع محمد نوار. مشاريع متعددة رأت النور بمركز بيرغندوز التابع لإقليم أوسرد، ففي حدود 830 ألف درهم تم تدشين وإشغال قاعة الاحتفالات على مساحة إجمالية تقدر ب 7500 متر مربع، كما تم إعطاء انطلاقة إشغال تأهيل مركب سياحي بتكلفة إجمالية تقدر ب 415 ألف درهم. تأهيل المركب السياحي المبني على واحد المساحه ديال 7500 متر مربع، المكونات ديالو عندنا جوج وحدات للايواء، فضاء للاطعام والاطعام وكذلك مرافق صحيه. تدشين الكثير من المشاريع اللي هي ماشيه في اتجاه تنميه الاقليم بصفه عامه، ويعني استكمال البنية التحتية الأساسية اللي منكب عليها الإقليم الغريق بجهد كثير. الوفد الرسمي أعطى كذلك انطلاقة عدة مشاريع، من بينها بناء ثلاثة مساكن وظيفية لأساتذة التعليم بمبلغ ناهز 700 ألف درهم، كما تم تدشين مشروع توسيع شبكة الماء الصالح للشرب بتجزئة يا السلام ببيرغندوز بمبلغ فاق 2,400,000 درهم. وضع الحجر الأساس لبناء ثلاث سكنيات لقطاع التربية والتكوين، أكيد على أن هذه السكنيات ستكون لها دورها في إطار دعم القطاع وفي إطار كذلك فك العزلة عن رجال ونساء التعليم بالإقليم. وقد تخللت هذه الأنشطة التي أقيمت بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب وعيد الشباب إلقاء قصائد شعرية تخليدا للمناسبتين.